على كامل المساحة الواسعة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج تجري مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع المندفعة دوما باتجاه الجنوب وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي حققت مؤخرا انتصارات كبيرة واستعادت عددا من المواقع التي كانت الميليشيا قد سيطرت عليها خلال الفترة الماضية. في جبهة كهبوب المشتعلة منذ فترة طويلة عاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المنطقة إلى وضعية الهجوم، وأكدت مصادر في المقاومة أنها باتت تحاصر الميليشيا من ثلاثة اتجاهات، مع تقدمها من جهة الشمال الشرقي في وادي العريفة وبعد تحرير وادي سعنب بالكامل، فيما تتقدم قوة تابعة للجيش والمقاومة عبر منطقة الحريقة التي تقع جنوب ذباب في الغرب. قواتنا وصلت الآن على مشارف مدرسة كهبو ب 700 متر من الشرق، وبالتالي قواتنا تدك أوكار الحوثيين في شمال كهبوب باتجاه سعنب أو وادي سعنب. لاحظنا العدو هو يشرد من كثير المواقع وبدأ يضيق الأفق عليه. القوات المعادية الآن تنسحب من حيث ما وصلت. ورغم تراجع الميليشيا في أكثر من محور وفقدانها للعديد من المواقع، إلا أنها لا تزال تشن هجمات متواصلة على مواقع الجيش والمقاومة وتستميت في محاولة الوصول إلى كرش التي طردت منها في وقت سابق. والسبب كما أورده اللواء فضل حسن قائد محور العند في تصريحات صحفية يعود إلى كون منطقة كرش تمثل البوابة الرئيسية لقاعدة العند الجوية وسط لحج وبوابة للدخول إلى عدن وخط الدفاع الأول للعاصمة المؤقتة حسب قوله.